في مساعي جدية روسية للتقارب أو لتقريب أردوغان من الأسد. كان في حديث عن قمة كان البعض يرتقبها حتى قبيل الانتخابات. أول شيء، هل في عندكم معلومات بهذا الإطار؟ اثنين، شو مستقبل التفاوض بينكم وبين السلطة المركزية في سوريا؟ في شيء على الطريق؟ حصل شيء في خلال الأسابيع الماضية؟ لجهة التطبيع بين الحكومة السورية والنظام في تركيا، أنا بتصوري موقف أردوغان قبل الانتخابات ليس كما موقفه بعد. كما بعده. الملف معقد بحيث لن ينتهي أو تكون له خاتمة ببوس اللحى أو السلام. الموضوع معقد جدا. أنا بتصوري بالنسبة للتركي لن يستجيب للمطالب التي يطرحها السوري والروسي لجهة الانسحاب من المناطق المحتلة بما فيها الخط الطريق الدولي M4، لأنه التركي أيضا لا يستفرد تماما بهذه المنطقة. إذا كانت له حاكمية على ما يسمى الجيش الوطني، في الجانب الآخر هناك جبهة النصرة. أنا بتصوري العقبة الأساسية الكاداء التي ستقف أمامها إذا هي جبهة النصرة. طبعا تجاهلنا موضوع أنه التركي له طموح في البقاء في هذه المنطقة. إذا نعود بالذاكرة للخلف قليلا، أثناء احتلال جرابلس هي جاءت في الذكرى 500 لمعركة مرج دابق، وهذه لها رمزية لدى التركي والعثماني. من المعلوم طيب أيضا طيب أردوغان. طيب الآن أوكي، ولكن الآن بالتفاوض بينكم وبين بين دمشق، في شيء جديد؟ في شيء جدي؟ للأسف الروسي ليس جادا. الروسي ليس جادا. وأيضا بالنسبة للنظام السوري لا يستجيب. من المعلوم بأن أول اجتماع عقد مع الجانب السوري برعاية روسية في حميميم 2016، وقتها قدم الروس ورقة للإمضاء عليها والتوقيع عليها. بالنسبة لوفد الإدارة الذاتية قبل بكل البنود الواردة في هذه الورقة. بالنسبة للوفد السوري استمهل للعودة إلى القيادة، وللأسف بعدها توالت الاجتماعات المتكررة. لا زال النظام مقاربته للملف مناطق الإدارة الذاتية عامة، وبالنسبة للمسألة الكردية بشكل خاص هو مقاربته دائما من الجانب الأمني، ملف أمني. هم لم يبدأ أبدا موضوع مباحثات سياسية لإيجاد حل للمسألة السورية. للأسف. طب أستاذ أحمد، أنا عندي سؤال تركي. عندي سؤال يعني ربما يكون أوضح شوي، لأنه اليوم كمان الأتراك بدأ الانسحاب الأنفور بعدين تعزيزات جديدة على ما يبدو. خليني أسألك عن العلاقة مع دمشق الآن. في عودة العرب إلى سوريا عمليا، في حوار سعودي سوري متقدم جدا، في مساعي روسية، روسيا تعتبر أنه سوريا جبهة أساسية مقابل الجبهة الأوكرانية. يعني كل شيء يذهب ضد طموحاتكم إذا صح التعبير كأخوة كرد في تلك المنطقة. طيب ما بتقلقوا أنه بالمرحلة الجاية يصير في اتفاق ضدكم عمليا؟ أليس من الأفضل الآن الذهاب للتفاوض وربما بشيء من التنازلات أيضا من الجانبين؟ نحن أصدرنا بيان ورحبنا بتطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية، ونحن نأمل أن تقوم الدول العربية بدور لوضع حد لنزيف الدم. وطبعا الإدارة الذاتية هي منفتحة على الحوار ابتداء مع الحكومة السورية. كلنا نحن المبادرين دائما. للأسف الروسي دائما يستخدم هذه الورقة للابتزاز. حتى في زيارات الوفد إلى موسكو كان دائما يستخدمها بإرسال إشارات للجانب التركي. الحديث الذي أدلى فيه مؤخرا السيد بغدانوف في موضوع التقسيم سوريا، مع أنه لا برامج الإدارة الذاتية أو أي حزب من الأحزاب الكردية
مدرج في طيب تتحدث عن تتحدث عن الابتزاز الروسي والابتزاز الامريكي لكم، يعني صار كانه يعني عم يستخدم الورقه الكرديه. يعني الحقيقه في هذا الجانب الامريكي لم يتدخل، بالعكس نحن من اقل من شهر اصدرنا مبادره وطلبنا كل فرقاء النزاع في سوريا الى الجلوس على طاوله الحوار ليكون الحوار سوري سوري. الأمريكيين يتكلمون بصراحة وجودهم في سوريا لمحاربة الإرهاب، أما المسائل الأخرى فيما يتعلق بالقرارات 254 والقرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري هذا الأمر عائد للحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي والدول الغربية. هون في شيء أنا بعرفه من الروس، في اختلاف هلا طبعا الكل متفق على القرار 22 54 كخيار تسوية، وقاعدة هذا المشروع هو الدستور الجديد هو قيام نظام فيدرالي بسوريا، ولكن الاختلاف الأمريكي الروسي، أمريكا ميالة لفكرة حكم ذاتي كردي وممكن يصير للآخرين مثل العراق تماما، في حين روسيا بالاتفاق مع تركيا إيران أني مع الفيدرالية يكون في صيغة ما للأكراد غير الحكم الذاتي. أوكي. وهذا يعني العبيرة بالعلاقة مع المعارضة السورية فيتالي نعومكن كان حكي معنا بهذا الأمر، وبالتالي اليوم المقصود بكل فتح الحوارات هو سياسة الخطوة خطوة اللي حكوا عنها الرباعية العربية. ما في تسوية اليوم، في تهدئة، في محاولة استقرار، في محاولة خفض تصعيد، وأنا رأيي التسوية ما ممكن أن تحصل بدون معرفة نتائج الحرب في أوكرانيا بين صحيح. الحلف الأطلسي وروسيا، وهيدي في شهرين أو ثلاثة، نحن من هون للخريف هذا الهجوم المضاد الأوكراني تظهر معالمه، إما أن ينجح وبالتالي بيصير في لي ذراع لبوتين، إما أن يفشل وبصير يا إما تسوية يا إما لي ذراع للغرب.